كان في 5 أصوات شعرية مهمة، 4 أبرزهم كان محمود درويش وسامح القاسم وتوفيق زياد، وشاعر اسمه سالم جبران، وشاعر اسمه أبو سلمى. الأصوات دي كانت كلها مشروعها الأساسي كان مرتبط بالأدوات التقليدية الخاصة بالشعر. الشعر باعتباره معطى ثوري، باعتباره أداة للتعبئة والحشد والاحتجاج. كان الشعر هو اللي كان معبر أكتر عن المشروع القومي، لأنه كان في حالة من حالات الشعار السياسي، البحث عن الشعار السياسي. الشعر بطبيعته أقرب إلى حمل هذه المضامين، فظهرت الأصوات الشعرية المؤسسة لأدب المقاومة، فظهر التعبير وظهرت الإشارة إلى أصوات طبعا محمود درويش وسامح القاسم وسالم جبران وتوفيق زياد. الأصوات ديت كان في طلب من دور النشر اللبنانية على نشر أعمال، وكان في ظل موجات من الاحتجاج السياسي المتوالية بسبب رد الفعل على النكسة، كانت الناس بتنسخ قصايد الشعراء دول نسخ يدوي، لأنه ما كانش وقتها الفوتوكوبي متقدم أو عمليات التصوير وبتاع. والأستاذ أحمد بهاء الدين بالمناسبة في الفترة دي كتب مقال شهير جدا حذر فيه من استغلال ظاهرة شعراء المقاومة استغلال تجاري. إزاي؟ لأنه في الفترة دي كانت بيتم سرقة الأعمال ديت من دور نشر اللبنانية، كان في طلب على موضوع المقاومة، فالناس تقوم جايبة الكتب ومهرباها وبتتصور، يعني عملية تزوير للكتب، عملية تزوير مبكرة، وما كانتش طبعا بدافع فكرة عدم التعامل مع الإسرائيليين والمقاطعة، ما كانتش طبعا بتورد الفلوس